بمشاركة حضورية وافتراضية رفيعة المستوى وكلمة عبر الأقمار الاصطناعية للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. التأم مؤتمر المانحين لدعم أوكرانيا في العاصمة البولندية وارسو. وعلى جدول الأعمال المكثف مناقشة الأوضاع في أوكرانيا ووضع الخطط العاجلة وطويلة المدى لتقديم الدعم المالي والاقتصادي، إضافة إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب. سنركز جهودنا لدعم أوكرانيا على ثلاثة مجالات رئيسية: الدعم الإنساني واحتياجات السيولة قصيرة الأجل وإعادة الإعمار. علينا أن نتحرك فورا لمعالجة معاناة الأوكرانيين داخل البلاد وخارجها، ولهذا السبب أولوياتنا جمع التمويل لدعم العمل الإنساني ولتوفير السيولة كي تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة. طويلة هي قائمة المساعدات العاجلة والآجلة التي تحتاجها أوكرانيا، وطويلة أيضا قائمة الدول الأوروبية التي أعلنت دعمها لكييف. كييف التي يقولون إنها لن تقف وحدها في مواجهة روسيا في حرب يطالب الجميع بوقفها. ما يحدث في أوكرانيا جريمة حرب تتكرر بشكل يومي. سنقف إلى جانب الأوكرانيين. لا نستطيع أن نكون بمثل شجاعة الشعب الأوكراني، لكننا سنساعده. نستطيع أن نقدم له يد العون عبر قوتنا الاقتصادية، وذلك عبر العقوبات التي نفرضها على روسيا، إذ أعلننا عن حزمة سادسة من العقوبات ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، وهذا هو الهدف منها. يجب أن يدفع بوتين ثمن اعتداءاته. هو الموقف الأوروبي الموحد الذي بموجبه تضاعف حجم المساعدات المقررة. تمكنا من جمع أكثر من 6 مليارات يورو، وستوزع هذه الأموال لدعم أوكرانيا. فنحن نعلم مدى الألم الذي يعانيه الشعب الأوكراني والتكلفة الباهظة التي تكبدها. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الاجتماعات لدعم أوكرانيا. نحو 6 مليارات يورو هي حجم المساعدات التي أعلنها المؤتمر دعما لأوكرانيا لمواجهة آثار الحرب وإعادة إعمار ما دمرتها. دعم اقتصادي واسع النطاق يضاف إلى مجالات الدعم الأخرى السياسية والعسكرية. سمير عمر، سكاي نيوز عربية، وارسو.